نكمل مع تطوير الاب نكست جي اس الذي لدينا. فالخطوة القادمة الآن هي أننا عندما نقوم بإضافة ادريسيبي جديدة فنحن نريد أن يتم إضافتها لليوزر الذي قام فعليا بتسجيل الدخول. يعني حاليا المسجل الدخول هو تيست، وأنا فعليا أريد أن الشخص عندما يدخل هنا وصفة تكون باسم تيست، فمثلا new recipe by test، ولكن هذا لن تعمل not working جيد، وثم سنقوم بالنقر على add now. فيفترض أن يقول لي أن الوصفة تم إضافتها، وإذا ذهبت إلى سترابي وحدثت أو شيء كهذا سأجد أن new recipe by test not working. والسبب أنني قمت بتحديدها أو كتابة not working، أنا ذهبت إليها هنا سأجد أن الريليشن هنا التي أضفتها هنا لم يتم فعليا ربطها مع المستخدم اللوجد إن. طبعا أنا قمت بتغيير هنا قبل يعني الفيديو تم، قمت بتغيير ما، فأنا أريد أن نكون كلنا على مسافة واحدة، ولذلك أود عرض هذه التغييرات. فبداية الآن نتحدث عن سترابي. إذا ذهبنا إلى لوحة تحكم سترابي وذهبنا إلى Content Type Builder، ومن Content Type Builder ذهبنا إلى هنا بإضافة، دعونا نضيفها مجددا حتى أريكم كيف ذلك. فبكل بساطة سنقوم بإضافة فيلد جديد بريليشن، وهذا الفيلد الجديد سنختار أنه سيكون من User from User Permissions هنا، واسم هذا الفيلد هنا سيكون عبارة مثلا عن Creator على سبيل المثال. هنا من جدول Recipe سندخل للشخص الذي أنشأ هذه الوصفة باسم Creator، وطبعا العلاقة التي بينها ستكون هي أن الشخص اليوزر has many recipes جيد، وقمت بالنقر على finish. طبعا إذا كان لديكم فيلد بهذا الاسم مسبقا فقد تقومون بحذفه أو تعديله، لا مشكلة، لكن يجب أن يكون هكذا فيلد موجود. أنا أسميت هذا الفيلد ليس creator but author، نفس الشيء لا مشكلة، وتقوموا بالنقر على finish. فإذن هذا هو سألغي ذلك، أوكي. فإذن هذا هو الفيلد الذي قمت بإضافته، ولاحظوا هذا الفيلد من جهة الريسيبي فاسم هذا الفيلد هو المؤلف أو الكرييتر الآثر، وهو لديه صلاحية أو علاقته مع اليوزر، جدول اليوزر هو أنه يمكن لكل شخص أن ينشئ أكثر من ريسيبي. فإذن هي علاقة many to one، أكثر من ريسيبي يمكن إنشائها ب one user، أو من جهة اليوزر يمكن أن نفكر بها بعلاقة one to many، يعني واحد يوزر يمكنه أن ينشئ أكثر من ريسيبي. طبعا هذه العلاقات خاصة بقواعد البيانات، ولكن وظيفتك أنت كفول ستاك ديفلوبر أن تفهم هذه الأشياء. مبدئيا إذا كان لم يكن لديك أي معرفة مطلقا عما أقول، فيكفي أن تفهم التالي، هو أن كل شخص يمكنه أن ينشئ أكثر من ريسيبي، فعلاقة اليوزر مع الريسيبي هي one to many. أو إذا أردت أن تنظر إليها من جهة الريسيبي، فالريسيبي يمكن أن ينشئها شخص واحد فقط، وأكثر من ريسيبي يمكن أن ينشئها شخص واحد فقط، فهي علاقة many to one من جهة الريسيبي. جيد؟ فهنا بجدول الريسيبي سيكون للحصول على الشخص الذي أدخل أو أنشأ هذا الريسيبي، فنحصل عليه من فيلد اسمه author أو creator. أما من جهة هو اسمه فعليا مؤلف هنا فقط، أما من جهة اليوزر فاسم هذا الحقل سيكون ريسيبي. فإذا ذهبنا إلى اليوزر من هنا سنجد أن هنالك لدينا حقل اسمه ريسيبيز هنا، أو فيلد، لدينا فيلد اسمه ريسيبيز، فهذا ممتاز. النقطة الثانية التي أريدك أن تكون على مسافة واحدة معي، وأن تذهب إلى settings، وأن تذهب إلى roles، وإلى public هنا، وتقوم بإضافة تتأكد أن الصلاحيات موضوعة بشكل جيد. فالجمهور العام نريد أن يكون بإمكانه find recipe، find all the recipes، وأيضا يكون بإمكانه find one recipe للجمهور العام. بالنسبة لليوزر and permission فنحن نريد الجمهور العام يمكنه أن يقوم بالتسجيل register login، فإذن register أيضا login، أيضا ربما تغيير كلمة مروره، وأيضا نريد من الجمهور العام أن يمكنه أن يجد
اليوزرز ويمكنه أن أيضا أن يسأل مي، فإذا نحن نريد منه أن يعرف هذا. هذا ليس أمان فعلي، لكن كوننا الآن نتعلم فلا مشكلة أن نضع مثل هذه الصلاحيات على أن نفكر بصلاحيات أفضل في المستقبل وكيفية تجاوز إعطاء كم كبير من الصلاحيات للجمهور العام. يعني فقط لا نريد أن نعطيهم كثير من الصلاحيات، نريد أن نحددهم، نعطيهم صلاحيات أقل، وهذا حتى نزيد من حماية تطبيقنا. فلكن لا مشكلة، كن الآن نتعلم، لكن هذه عليها إشارات استفهام يمكن أن نعود إليها لاحقا أو أنت تعود إليها لاحقا. بالنسبة للأوثنتيكيتد يوزر نفس الفكرة، تأكد أن كل هذا محدد، يمكن الشخص المسجل للدخول أن يقوم بكل شيء. أما بخصوص user permission، فتأكد أن يمكنه call back، يمكنه change password، يمكنه أيضا هذا بالنسبة لليوزر، يمكنه find، وبالنسبة يمكنه أن يسأل من هو أو هل هو مسجل للدخول أو لا بمي. فإذا جيد، فإذا هذا بخصوص الروز والبرميشن، وأحببت أن نكون على مسافة واحدة بهذا الموضوع، ولذلك أحببت أن أعيدها وأريكم ما هي الصلاحيات التي لدي. المعلومة الآن الأخرى، وأيضا بخصوص سترابي، إذا كنت أتعلم، غالبا الأشخاص الذين يتعلمون نيكس جي اس تعلموا سترابي معي بمسار آخر، فبخصوص سترابي أو بخصوص متابعي سترابي أيضا، فأود أن أقول لكم معلومة، أن عندما نحن يعني قمنا بربط جدول الريسبي مع جدول اليوزر، أو قمنا بربط الكوليكشن الريسبي مع كوليكشن اليوزر، ومن خلال هذا الحقل الموجود هنا، ففعليا إذا أردنا عرض الريسبي مع الأشخاص الذين قاموا بإنشائها مع الآثر يعني وهذا الشيء، فنحن بحاجة أن يكون لدينا صلاحية الدخول للجدولين، يعني لدي صلاحية الدخول لليوزر ولدي صلاحية الدخول للريسبي كذلك، حتى أرى هذه العلاقة الموجودة بينهما، من أنشأ هذه الريسيبي جيد، أو اليوزر ما هي الريسيبي الخاصة به أو التي أنشأها. فحتى أحصل على هذا الموضوع فعلي أن يكون لدي صلاحية لذلك، وبالتالي نحن عندما قمنا بالذهاب إلى رولز هنا وبالنسبة للبرميشن، فأكدنا أن يمكن الشخص أن يجد find users، لديه صلاحية دخول اليوزر حتى يستطيع أن يقوم ب عرض العلاقة بين الريسبي واليوزر. طبعا هذه معلومة جدا جدا دقيقة، وربما لن تسمعها، يعني لن تسمعها من أحد بهذا الشكل الصريح الذي أقول يعني أحدثكم به. فهذه معلومة جدا مهمة، جدا دقيقة، و يعني أنا أقولها لك بشكل سريع فركز عليها. سأعيدها مجددا، إذا أردت أن تعرض العلاقة بين الجدولين في سترابي، فعليك أن يكون لديك صلاحية لعرض الجدولين أو لعرض two collections حتى تستطيع القيام بعرض هذه العلاقة. فإذا الآن انتهينا من هذا الموضوع. فإذا الآن نحن قمنا كما قلت بإنشاء ريسيبي، لو عدنا الريسيبي الأخيرة التي تم إنشاءها، هذه هي not working. لماذا؟ لأن لم يتم إضافة الشخص هنا. فكيف يمكننا أن نضيف هذا الشخص هنا؟ فنحتاج أن نعدل على الفورم الموجود هنا، فإذا لنقوم بذلك. فسنذهب إلى Pages و Add، وهنا عندما قمنا بتمرير الـ Initial Values هنا، فنحن أيضا نريد تمرير حقل اليوزر، مثلا 2، دعونا نقول أن اليوزر هنا 2، وبالتالي هنا عندما يتم تمريرها للفورم فيفترض أن يمر أيضا الشخص الذي قام بإنشاء هذه الريسيبي. فلو ذهبت أنا للفورم هنا وهنا للفورم، وقبل عندما قمت بتقديم البيانات هنا، فأنا أريد إذا كان كل شيء جيد فأنا أريد أيضا أن أعرض الفورم ديتا حتى نراها معا. فالآن لو قمت الآن بفتح الكونسل بهذا الشكل وكونسل.log، وقلت أن this recipe is added أو has been added by test أو الشخص الذي add now. فإذا لاحظوا اليوزر هنا، اليوزر أين هو اليوزر؟ ها هو 2، وهذا تم تمريرها لسترابي. فإذا هل سترابي ستأخذ ذلك فعليا؟ فذهبنا إلى الريسيبيز هنا، وآخر ريسيبي قمت بإضافتها this recipe was added by test، سنلاحظ أن فعليا تم
ذلك. فإذا مرة أخرى ملاحظة هامشية، إذا لم يتم ذلك في حالتك وفي جهتك فمرة أخرى عد للفقرة السابقة عن الصلاحيات، تأكد أن تم وضع الصلاحيات بالشكل الذي قلته، وتأكد مرة أخرى وكرر نفسي حتى ينزعج الأشخاص الذين يكرهون التكرار، أن هنا بالأوثنتيكيتد يوزر هذه ضرورية أن يتم تحديدها. فإذا ممتاز. فإذا نحن الآن بالنسبة لي قمنا بشكل سهل جدا، إذن أين هي؟ ها هي، بشكل سهل جدا ربطنا هذه الريسيبي مع اليوزر الذي قام بإنشائها، لكن نحن قمنا بذلك، لاحظوا قمنا ب hard coded، يعني بمعنى آخر نحن قمنا بإضافة، أين هي؟ إضافة الآثر، قلنا اثنين، نحن لا نريد اثنين، نحن نريد الشخص الذي قام بتسجيل الدخول. طبعا على فكرة هذه الاثنين يعني ID هذا الشخص. فمرة أخرى لو ذهبنا إلى يوزر فلدينا هنا تيست، وهذا التيست الـ ID له هو اثنين. أين هو الـ ID؟ أين يمكن أن نجده؟ أعتقد هنا، نعم هذا هو الـ ID له اثنين. لو كتبت واحد كان سامي هو الشخص الذي قام بإنشاء هذا الريسيبي، لكن كما قلت نحن نريد أن نجعل ذلك نحصل عليه أوتوماتيكيا، فيمكن أن نقوم بذلك من خلال هذه الهوك التي جلبت لنا اليوزر. فيمكن أن نكتب هنا user ID. فهل سينفع ذلك؟ لا أدري، الآن سنفكر سوية. فإذا another recipe by test و add now، طبعا أنا لم أكتب add now. نعم ها هي. فإذا لنرى اليوزر الذي تم إرساله فعليا، لاحظوا undefined. فلماذا هذا الشيء؟ لأن بداية كما قلت في وقت سابق أن هذه الهوك تستخدم use effect وتسير مرة واحدة على الصفحة، فهي مجرد أن تم fetch لليوزر، فبداية بداية بداية اليوزر is null، غير معرف، وثم يصبح اليوزر معرف بعد وقت معين. فلحل هذه النقطة بهذا الموضوع، فبكل بساطة يمكننا أن نستخدم الشيء التالي هنا، هو أننا نستخدم use state مجددا هنا، نسميها current user، وهنا set current user، وهنا use state، ومبدئيا ال current user غير موجود. وهنا في الأعلى يمكن أن نكتب هنا use state، يعني import لها. طبعا أنا أقول يمكن، هي ليست فكرة يمكن، فكرة فقط، يعني هكذا أنا أعتاد على قول يمكن، فهي فعليا عليك أن تجلبها، وأيضا علينا أن نجلب use effect. وهنا سنقوم بإنتاج use effect أيضا مرة واحدة تسير على الصفحة. الآن سنغيرها، لكن إذا كان هنالك user فنحن نريد فعليا set current user لهذا اليوزر، ولكن فعليا نحن نريد أن نطبق هذا الإفكت، نغير current user في كل مرة تتغير فيها قيمة اليوزر من هنا، وقيمة اليوزر من هنا يتحكم فيها الهوك التي قمنا بإنشائها لنذهب إليها. فقيمة اليوزر هنا يتحكم فيها هذه الستيت التي وضعناها والتي جعلناها يتم تطبيقها من خلال هذه اليوز افكت، صحيح؟ فهذا الشيء الذي نحن نقوم به هنا فعليا هو أننا نقول أن كلما يأتي قيمة جديدة أو تتغير حالة اليوزر من هنا، فأنا أريد فعليا أن تعيد تطبيق هذا اليوز افكت واجعل الكرنت يوزر يساوي اليوزر الجديد. فإذا هنا إذا قمت أنا بكتابة هنا يوزر، لن أكتب يوزر، سأكتب كرنت يوزر، وانتهينا. هل يوجد أخطاء؟ أتمنى لا. فإذا لنرى، فإذا مرة أخرى سأكتب test أو recipe by test this is working، وأنا أتوقع أنها تعمل يعني. فالآن لنرى، فإذا لاحظوا ها هي، لنرى هل تم إضافة الـ ID مرة أخرى. لم يتم إضافة الـ ID بشكل جيد، فيمكن أن نغير شيء هنا. لاحظوا هنا في الفورم ريسيبي لا نعرض الفورم إلا بحالة كان الكرنت يوزر موجود، فإذا كان موجود فنريد عرض الفورم، وبهذه الحالة يتم
أخذ هذه الـ initial values وهنا سأضعها بهذا الشكل، سأكتب هنا initial values وهنا أضيف الـ author هنا الذي سيكون current user، وهنا أؤكد أن الـ current user سيكون موجود لأنني كتبت هذه العبارة الموجودة هنا، وهنا سأمسح هذا من الـ initial values. فإذن الآن مرة أخرى سأجرب وسأكتب this is working وأتمنى ذلك. فإذن add now فلنرى النتيجة. فإذن لاحظوا فعليا أخذ هنا الـ ID ونجحت العملية. فإذن بالنسبة للـ recipes الموجودة هنا فأتوقع آخر recipe أخذت الـ user بشكل صحيح. فإذن this is working وها هو الـ user. فالآن سأمسح هذه كلها التي أضفتها بشكل جديد، وأريد أن أرى سامي ما هي كلمة مروره لأنني نسيتها، فسأدخلها مرة أخرى من 1 لـ 8 وسيف وجيد. وهنا سأقوم بتسجيل الخروج كتست وسأدخل كسامي. فإذن سامي هذا هو كلمة، هذا هو إيميله، سأدخله هنا وكلمة مروره من 1 لـ 8. فسأذهب إلى Add Recipe وأدخل Recipe جديدة، سأكتب Recipe by Sammy و Add Now. فإذن لاحظوا الـ ID هنا سيكون 1، فإذن أين هو الـ ID؟ فإذن هو فعليا 1. وذهبنا إلى هنا بالنسبة للـ Recipe ونظرنا بآخر Recipe أضفتها وهي Recipe by Sammy، فإذن الآن سنرى أن هذه Recipe by Sammy جيد، أو سامي يعني كتبها. أيضا إذا ذهبت إلى يوزر وسامي سأجد أن الريسيبي الخاصة بي هي هذا. طيب لو أنا أضفت ريسيبي أخرى باي سامي، مثلا ريسيبي باي سامي 2 مثلا، أو دعوني أغير مثلا ريسيبي باي سامي 2 و add now، وأيضا أريد إضافة أخرى اسمها 3 إذن add now، وأريد أيضا أن أقوم بلوج أوت ولوج إن مجددا لكن هذه المرة باسم تيست، فإذن test و test.com، وأيضا سأذهب لـ add recipe وأكتب recipe by test و add now. فإذن الآن لو ذهبت إلى هنا دعونا نذهب للـ user، فإذن test يفترض له recipe واحدة، هذه هي recipe by test، وأيضا هي recipe الأخيرة التي أضفتها بسترابي. فإذن نرى مجددا recipe by test، فإذن ها هو test. وأيضا بالنسبة لسامي فلنرى سامي أين هو سامي، فإذا سامي أيضا لاحظوا هذه الريسيبي الخاصة به، وأيضا ذهبنا لسامي سنجد ريسيبيز هنا، 3 ريسيبي أضفناها باسم سامي. فإذا هذا شيء جيد جدا، هذا شيء ممتاز، ولا تقلقوا بأن الأسماء أو البيانات الآن ليست بيانات حقيقية أو ليست بيانات تشبه الحقيقية حتى، لكن نحن نريد أن نبني البناء كامل ثم سنقوم بتعبئة الديتا، فلا تقلقوا بهذا الخصوص. الشيء الثاني الذي نريد فعليا الآن أن نقوم به هو أننا نريد أن نضيف صفحة هنا اسمها My Recipes، وبصفحة My Recipe أنا أريد أن أعرض بيانات الريسيبيز الخاصة بهذا الشخص فقط. فالآن لنقوم بذلك. فإذا هذه هي ملفات مشروعنا الحالية، فنحن نريد فعليا الآن أن ننشئ بداخل الداشبورد صفحة أخرى اسمها ريسيبيز، وتعرض ريسيبي الشخص نفسه المسجل للدخول. لكن قبل ذلك هنالك ستايلات أنا كتبتها لملف الداشبورد، فأنا أريد فعليا إضافتها وثم نبدأ بإنشاء صفحة الريسيبيز. فإذا سمحتم لي لنبدأ، فإذا سأذهب إلى الستايل وداشبورد هنا جيد، وأقوم بإضافة الستايلات الجديدة التي يعني أضفتها هنا. وأعتقد أن يوجد الستايل التي أضفناه في النهاية ستايل الأورنج لم أقم بإضافته هنا فسأعيده، فإذن وورينج وهنا أورنج وهكذا فقط. طبعا كما اتفقنا كل الستايلات ستجدونها موجودة في
جيت هاب. فإذا هنالك خطأ، لماذا هنالك خطأ؟ لا أعرف. فإذا لنرى، فإذا هذه هي صفحة لا يوجد خطأ على ما يبدو. لدينا صفحة add recipe صحيحة، والآن صفحة my recipe. هذه الصفحة التي نريد أن ننشئها. سنذهب إلى pages dashboard وننشئ صفحة باسم recipes.js. فكالعادة سنكتب function عادي export default function و my recipes page. هذه تختلف عن الريسيبي التي نريد أن نعرضها لكل الناس. هذه ريسيبي يعني هذه الصفحة فقط للشخص الذي مسجل الدخول. جيد، فهنا في هذه الصفحة نريد أن نعرض التالي. بداية سأنشئ dev هنا، والكلاس نيم الذي سأعطيها إياه هي styles بيج كونتينر، وبداخل هذا سأنشئ أيضا ديف أخرى. طبعا الستايلز لم أجلب ستايلز من الداشبورد، فإذا ستايلز from مسار واحد للأعلى، مسار اثنين للأعلى، ستايلز داشبورد دوت موديول دوت سي اس اس. وهذه الديف الأخرى ستكون سأعطيها ستايل بيج هيدر، وبداخل البيج هيدر سنكتب اتش 1، سنكتب ماي ريسيبيز. إذا لنرى كيف يبدو ذلك. الآن يفترض أن تروا في هنا، تقوم بالتحديث. إذا لاحظوا ستروا بهذا الشكل. جيد. فإذا بعد الهيدر سننشئ ديف أخرى، وسيكون لها class name styles page content. هنا سأضع page content، والpage content سيكون ب table. لاحظوا table، فسأكتب هنا class name. هذا table سأعطيه style table فقط لا غير. وهنا بهذا التيبل سيكون لدينا تيبل هيد، وبداخل التيبل هيد سيكون لدينا سطر تي ار، وهنا سيكون لدينا تي اتش سيل خاصة بالهيد. فهنا سنكتب مثلا اي دي، سنكتب نحتاج من الريسيبي تايتل، سنحتاج ايضا ريسيبي ديسكريبشن، وسنضيف ايضا زر ايديت للريسيبي، وأيضا سنضيف زر ديليت سنعبر عنه بإكس. جيد. فإذا هذا بالنسبة للهيد. الآن بالنسبة لبادي التابل سيكون فيه أيضا تي آر هنا. يعني تي آر ماذا يعني تي آر؟ يعني السطر. وهذا السطر أول سطر سيكون فيه الاي دي مثلا واحد، أو اي دي مثلا دعونا نكتب واحد. سيكون فيه ريسيبي تايتل ماي تايتل، سيكون فيه هنا ديسكريبشن. وصحيح بخصوص الماي تايتل انا اريد ان يعطي لينك للريسيبي، وبالتالي ساضيف اي تاج هنا، والاي تاج سيذهب للاي دي لهذه الريسيبي. فمبدئيا ساكتب اي دي هكذا، وسيذهب الى مثلا ماي تايتل او ريسيبي تايتل. بخصوص ايضا بخصوص الايديت، الإيديت هنا سيذهب لصفحة الإيديت، وبالتالي هنا اللينك سيكون هو عبارة عن إيديت آي دي، سنغيره طبعا. وبخصوص الكلاس نيم سنضيف هنا كلاس نيم للإيديت، ستكون عبارة عن ستايلز، هو عبارة عن سيكون زر، وأيضا سيكون هنا ستايل لزر الإيديت. وهنا بدلا من my title هنا سنكتب edit إذا كان يريد أن يدير الريسيبي الخاصة به. طبعا هذه بخصوص ال edit. هنا أيضا سننشئ td أخرى، وسنضع فيها زر delete. فإذا بخصوص delete سيكون فيها سيكون موجود هنا on click event. عند النقر على هذا سنطبق function معين. لا أعرف إذا تركتها فراغ سيعطي خطأ أم لا، لا أعرف. بخصوص الكلاس الآن سنرى، لأن هذا يريد تعويضها وقت لاحق. وهنا سنكتب delete، وهنا x أو delete هكذا. جيد. فإذا الآن لنرى النتيجة. فإذا هنا يقول هنالك خطأ، ما هو on click؟ نعم on click، هذا ال warning الذي جاء كان متوقع، وسنقوم بحله لاحقا. فإذا سيكون لدينا بهذا الشكل، سيحدث سيكون صفحة My Recipe بهذا الشكل. يتم عرض الريسيبي الخاصة بهذا المستخدم. فإذا كان التست أريد عرض ريسيبي تست، إن كان شخص يعني
مثلا سامي أريد عرض ريسيبي سامي وهكذا، لا أريد أن يتم عرض كل الريسيبي هنا، كل الريسيبي يتم عرضها للمستخدم المقابل، هذا المستخدم الزائر، لكن أنا كشخص مسجل الدخول ومدير لقسمي في هذا الموقع أنا أريد فقط إضافة ريسيبي وإدارة ريسيبيز الخاصة بي. إذن هذه هي نقطة يعني معينة بهذا الموضوع. ومن أين سنجلب هذه الريسيبي يا ترى؟ من أين سنجلبهم؟ كالعادة أو كطريقة التي اعتمدناها سابقا هو أننا سنقوم بإنشاء نقطة بداخل Next.js API API Next.js، وهذه النقطة هي فيها طلب لـ Backend Strapi أن أجلب لي النقاط، أجلب لي الريسيبيز المتعلقة بهذا الشخص. طبعا سترابي أو نعم سترابي لديها طريقة لهذا الموضوع، وهي من خلال فلتر، إنشاء فلتر بالريكوست نفسه. يعني يمكن كما قمت بإرسال get request لعرض كل الريسيبي، فأيضا يمكنني أن أقوم بإنشاء get request بنفس الطريقة لعرض كل الريسيبي، لكن أنا أريد الريسيبي المتعلقة بالمؤلف الفلاني. فالطريقة هي بكل بساطة هو أنني أقوم بالطلب لهذه النقطة التي فيها filters واسم المؤلف هنا وثم الـ ID الخاص به. فإذا أردت سامي مثلا أضيف واحد، إذا أردت تست اثنين وهكذا. هذا الشيء متعلق بنقطة سترابي، هذا الشيء متعلق بباك اند سترابي. أما إذا كنت لا تستخدم باك اند سترابي، تستخدم باك اند أخرى، فعليك النظر بالنقطة التي عليك أن تطلبها منهم من تلك الباك اند التي تعرض لك الريسيبيز التي تتبع ليوزر معين. اذا لم يكن لديك تلك النقطة ربما عليك ان تنشئها بالباك اند اذا كنت لا تستخدم سترابي. اما بخصوص سترابي فيوجد يمكن ان نستخدم الفلترز بهذا الشكل. هنا انا قمت باستخدام هذا الموضوع. اذا قمت الان بسند، فإذا لاحظوا جاءتني الديتا، أنا أردت الريسيبي المتعلقة بالتست، فإذا لاحظوا جاءني الريسيبي التي تم إضافتها بالتست. طبعا كون طبعا هي ريسيبي واحدة أضافها تست، لكن لو ذهبت لسامي يفترض أن يعيد لي ثلاثة نقاط، ثلاثة أشياء، وبالفعل ثلاثة ها هي. فإذا ثلاثة توتال ثلاثة، فإذا أعاد لي ثلاثة ريسيبي بسامي. بخصوص أنني قمت أنا هنا بكتابة populate يساوي كذا، لأن الريليشن أن يكون هنالك ريليشن يعني بهذا الشكل. لو كنت تايب، فإذا هنالك ريليشن ما بين الريسيبي واليوزر، وفي هذه الحالة سترابي لا تعيد لك هذه حقول الريليشن بشكل افتراضي، عليك أن تقول لها اجلبي لي هذا الموضوع، وبالتالي عليك أن تضيف هنا بالـ URL populate. فالآن سنقوم بذلك، لكن مبدئي قبل ذلك أريد أن أقوم بطلب بإنشاء نقطة طلب الريسيبيز الخاصة باليوزر من Next.js، وثم سأطلب هذه النقطة. فإذا لنبدأ. فمن Pages API سنقوم بإنشاء ملف اسمه recipes.js، وهنا بكل بساطة سنقوم بإنشاء نقطة الهاندلر المعروفة التي تأخذ request وتأخذ response. ومرة أخرى هنا سنقدم هذه النقطة ستقبل method post فقط، والسبب هو أننا الآن سترون لماذا نحتاج post. فإذا الآن هنا سنكتب else وسنرسل كالعادة نفس الشيء، نفس القصة، نفس المعلومات، فقط تكرار، وعليكم أن تتعلموا من هذا التكرار. فإذا method not allowed، جيد، فقط. فإذا هنا إذا كانت الميثود كانت صحيحة وتم التقديم ب post، فإذا بكل بساطة سنكتب try and catch حتى نلتقط الأخطاء. إذا كان هنالك أي خطأ نريد أن نلتقطه، فإذا console.log هذا الايرور. وهنا بكل بساطة حتى نطلب فعليا، حتى نستطيع طلب هذه النقطة التي شرحت لكم عنها الآن قبل قليل، نحتاج ID هذا الشخص.
مبدئيا انا ساكتب ان ساعطيه اي دي ثابت. فاذا مبدئيا فاذا get user id مبدئيا ساعطيه اي دي ثابت وثم نغير. فاذا user id سيكون 2 او 1 مثلا لسامي، وهنا او دعونا نقول 2، وهنا سنقوم بطلب النقطة من سترابي. فاذا سنكتب send request to back end، وسنجلب الريسبونس بهذا الشكل و await و fetch لهذه النقطة. طبعا بالنسبة لسترابي فاذا طلب هذه النقطة سيكون عبارة عن get request وليس عبارة عن post request، فبكل سهولة يمكن أن نطلب هذه النقطة. هذه النقطة سنضيفها للـ API الخاص بنا الآن، وسنكتب import get my recipes. هذه النقطة سنجلبها من مسار واحد الأعلى، مسار واحد ثاني للأعلى API recipe. فإذا سأذهب إلى هذه النقطة هنا وأضيفها بكل بساطة. فإذا هنا سأضيف تعليق هنا user recipe API مثلا، وهنا سنكتب export constant سيكون اسمه get my recipes ويساوي فعليا كما قلت سنحتاج ID الشخص، وبالتالي سأجعل هذه عبارة عن function. فإذا user ID، وهنا سنكتب return ال face URL، ثم سنضيف API بهذا الشكل، وثم recipes هذه نقطة get all recipes، ولكن سنقوم بإضافة أيضا مع النتيجة حقل المؤلف أو الكرييتر يعني الذي أسميناه. ونريد أيضا ليس فقط هذا، بل نريد أن يتم فلتر لحقل المؤلف، نريد أخذ الـ ID منه وجعله يساوي الـ User ID المدخل هنا. ولما لا نقوم بترتيب البيانات من الأحدث، يمكن أن نضيف sort هنا أيضا، هذه نقطة استرابي يمكن أن نضيف ذلك، أن نرتب حسب الـ Updated at، حسب زر حسب حقل تاريخ التحديث بشكل تنازلي، يعني من المحدث حديثا للمحدث بعيدا يعني. فهذه هي النقطة، هذه نقطة سترابي كما قلت، ويمكنك أن تعود لكورس سترابي، أو لا لم أشرح عن هذا الكورس سترابي، يمكنك العودة لدوكيومنتيشن سترابي تقرأ كيفية الفلتر وكيفية السورت للبيانات بهذا الشكل. جيد، فإذا وصلنا لهذه النقطة، أصبح لدينا هذه النقطة، جيد جدا. فماذا بعد؟ ماذا بعد؟ كان هنالك برنامج على التلفاز اسمه ماذا بعد، لا أعرف إذا تتذكرون هذا البرنامج. فإذا عدنا إلى هنا، جلبنا هذه النقطة، فيمكن بكل بساطة أن نقوم بفتش لهذه النقطة get my recipes ونعطيها الـ ID الذي لدينا الذي اسمه user ID، وثم تجلب الـ data التي سيعيدها إلينا strapi. فإذا await response.json، فأنا أتوقع أن أحصل على recipes، وسأسأل طبعا هنا if response not okay أو response not okay، وسأكتب هنا إذا كانت الريسبونس ليست جيدة فهنالك خطأ يعني، فأنا أريد أن أرسل status code. سأرسل 200 لا مشكلة بذلك، لا أعرف هل أرسل 200 أو شيء آخر، لا أعرف حقيقة. سأرسل هنا JSON سأكتب false، وبخصوص المسج سأكتب هنا مسج وسأحدد الخطأ، سأكتب error in fetching recipes، وسأوقف أيضا الـ API عن العمل بإرسال error. سأوقف هذا البرنامج عن العمل بهذه النقطة وإرسال error، وسأكتب نفس الـ error الذي أدخلته هنا. جيد، لكن ماذا لو كانت الـ response is okay؟ فيمكنني أن أتعامل معها هنا. إذا كانت okay فأنا أريد فعليا data من هذه الـ response، من الـ return data أريد data. لماذا؟ لأن كما لاحظنا هنا الـ response هنا تعيد لي data object فيها data، فأنا أريد data التي هي ستكون عبارة عن array. وهنا طبعا data مرتبة لأنني رتبتها تلقائي من سترابي، فلا داعي أن أرتبها. فهذه data هي عبارة عن recipes،
فيمكن أن أرسل هكذا، أرسل response status 200 وأرسل response json هنا وأكتب okay true. وبالنسبة للرسبي أريد إرسال الرسبي التي هي الداتا، لأني أخذت الداتا من هنا وهي عبارة عن array، وأعتقد فقط. فإذا هذه هي نقطة ال API التي لدي. طبعا هنا يقول لي await لأن هذا يجب أن يكون function async، هنالك خطأ هنا فأعتقد جيد، فإذا لا يوجد خطأ الآن. طبعا الآن يمكن أن أفكر بهذا، الآن أنا أقول أنها كتبت هنا أنها request method post، لكن مبدئيا سأغيرها ل get جيد، وأقوم بعرضها بالمتصفح هنا، عفوا بالمتصفح هنا سنذهب ل localhost 3000 API my recipes. فإذا لاحظوا جاءتني الريسيبيز والتي هي من سامي، لأن سامي هو مسجل الدخول، عفوا جاءتني من تيست وليس لأن التيست مسجل الدخول، لأن بكل بساطة أنا وضعت الاي دي هنا هارد كودد بهذا الشكل. أنا يجب أن هذا الاي دي يكون دايناميك، يعني حسب الشخص مسجل الدخول تظهر له النتيجة، لكن أنا غيرتها ل جيت حتى ترى النتيجة هنا. فإذا لاحظوا، فإذا الريسيبي أوكي ترو، وهذه هي الريسيبي التي جاءتني. نتوقف لبعض من الوقت ثم نعود لعرض هذه الريسيبي التي ستأتي من هنا، أي من هنا نريد أن نعرضها هنا، وأيضا نريد أن نجعل الـ ID dynamic. فإذا نتوقف ونكمل.